السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم طارق الجاسر. اليوم وصلتني ساعة أو التوك باند بي 6 من هواوي. ممكن تكون سوارة، ممكن تكون ساعة، وممكن تكون سماعة أذن المانيوال الشاحن غيار لسماعات الأذن USB Type-C زي ما تشوفون. هذه هي الساعة جلد، شوفوا من الخلف في المستشعرات كيف انت تفتحها. هذه نضغط على الزرين اللي هنا، هذه طلعت معنا، ممكن الواحد يستخدمها سماعة زي ما تشوفون. هنا فيها منفذ او مكان فارغ عشان قياس النبض والاكسجين وحرق الكالوريز والخطوات وغيرها. هذا شكلها باليد. على فكرة هذا آيفون، ممكن أسوي لها مزامنة. فتحنا تطبيق الهواوي هيلث، والحين بعد تحميل تطبيق هواوي هيلث صار ممكن من هاتف سواء الايفون او اي هاتف اندرويد. يلا ونبدا نشوف وش مواصفات الساعه. اذا رفعنا الساعه على طول تورينا كم الوقت. من اعلى موجود البطاريه، فيه كم المسافه اللي انا قطعتها مثلا، وطالع لي التاريخ واليوم. عندي تحت الكالوريز ودرجة الحرارة ومعدل النبض مثلا. في الساعة تدعم اللمس، تجيني الاتصالات وبعدين على طول أرد. حاطين لها زي زرين للأمان عشان لما تبغى تفتح السماعة نضغط الزرين وتطلع. هذا مدخل أو منفذ USB Type-C عشان الشحن، لأن كل شيء موجود في هذه القطعة. البقية عبارة عن سوارة. وهذه الوضعيات، ممكن نختار الهاتف كول لوج او الكونتاكت اذا بتصل ارجع. ممكن في الورك اوت، الوضعيات الجري، معدل نبض القلب، عندنا الاكسجين، عندنا الاكتيفيتيز متنوعة طبعا، تدعم مثل السباحة، الجري، تسلق الجبال. ممكن الشخص يضغط وتطلع له ويحطها سماعة بالأذن بهذه الطريقة. فممكن يجي منها لون رمادي ويجي لون السوارة، هذا الجلد اللي باللون البني الغامق. نتكلم عن الشحن. الشحن فيها جدا رائع. لو احنا نفلل السوارة هذه ممكن تعطينا تقريبا الى 8 ساعات عمل بالسماعة. خلها تشحن 10 دقائق بتعطيك 4 ساعات من العمل. هذه طبعا لو استخدمت في المكالمات. تراقب لك اللياقة البدنية، تراقب ايضا تشبع الاكسجين في الدم، معدل النبض القلب طوال الوقت. طبعا نومك، اذا كان نومك صحي، انت ما انت مرتاح، عندك ارق، تعطي لك بعض السلوكيات وتنبهك انه المفترض تنام من الساعة كذا الى كذا. التخلص من التوتر، على سبيل المثال انت كنت في اجتماع بعدين صرت تكتب، انتقلت تكتب بعض الايميلات، فانت الحين وصلت لمرحلة توتر وتركيز عالي. الساعة تعطيك تنبيه، حاول تتمدد شوي، تمشي، تستعيد نشاطك مرة اخرى وتستعيد تركيزك. وايضا هي مهمة مفيدة لمحبي ممارسة الرياضة، لأنها تذكرهم بمواعيد التمارين المهمة والخاصة، بالإضافة أنها تتبع لياقتك البدنية. إذا كنت أنت مشارك في نادي أو تحب رياضة المشي أو الجري بالشارع أو بالنادي أو بأي مكان أو السباحة، فهي تذكرك بمواعيد مهمة أنك لازم تحافظ عليها. وصلنا للختام. أتمنى إن شاء الله أني استعرضت لكم الساعة والسماعة الخاصة بهواوي توك باند B6، وإن شاء الله ألقاكم في مراجعات أخرى وأجهزة أخرى. هذه أطيب تحية، كان معكم طارق الجاسر، في أمان الله.